مثل كل سنة خلال شهر أكتوبر تبدأ الحملة العالمية للوقاية من مرض سرطان الثدي أو الحملة العالمية للكشف المبكر. الكشف المبكر وأهمية الكشف المبكر لهالمرض اللي عم بيؤدي لوفيات كثيرة حول العالم. اليوم بدنا نغوص أكثر بهالموضوع مع ضيفنا الدكتور أنتوني صاروفيم. أهلا وسهلا فيك دكتور صاروفيم، شرفتنا. حضرتك اختصاصي أمراض الدم وأورام وخريج الجامعة اليسوعية وباري أونس. اليوم بدنا نستفيد من خبرتك حتى نحكي أكثر عن أهمية الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي early screening، لأنه بعرفه من الأمراض السرطانية اللي بتفرق كثير إذا قدرنا نكشفه بوقت مبكر، مثل مرض سرطان الكولون والبروستات. صحيح الحكي. أول شيء بشكركم على الاستضافة. بحب أقول إنه سرطان الثدي هو موضوع بهمنا كثير، بهم أكيد النساء بالعالم كله، لأنه هو السرطان الرقم واحد عند النساء، وهو بشكل سبب الوفيات الأول عند النساء. من هون بتجي أهميته كصحة عامة. في كل امرأة على 8 نساء بدهم تصاب مرة بحياتهم بهيدا السرطان. من هون أهمية هالموضوع. بدنا نحكي دكتور عن وضعنا بلبنان. بعرف انه ما في احصاءات دقيقه حول وضعنا بلبنان، فبالتالي بدنا نتكل على الاحصاءات العالميه. صحيح. هلا بلبنان اخر سجل للامراض السرطانيه كان بال 2004. صحيح، كان بال 2004. السجل المقبل حيكون بال 2015. نعم. بال 2004 كان عندنا انه في عندنا 1500 اصابه سرطان ثدي بالسنه، يعني كل سنة فينا نقدر أنه عندنا حوالي 1500 إصابة كل سنة. يعني اليوم عدد فينا كبير. نحسب أنه في حوالي بين 7000 و10000 امرأة مصابة. مزبوط، تقريبا عندنا معدل 4 سنين، ففينا نقول تقريبا عندنا عطول 6000 حالة بتكون موجودة متابعة يوميا. نعم، أحكينا عن هالموضوع كتير، ولكن يمكن ضروري نكرر الحكي عنه، لأنه أهم شيء بمرض سرطان الثدي هو التوعية. المعلومات صحيح. ما عم توصل لهالنساء. صحيح. خاصة بالضيعة والقرى اللبنانية. يمكن هذا دورنا نحن بالإعلان، أنه نخبر المشاهدين عن أهمية هالمرض وأهمية الكشف المبكر لإله. الريسك فاكتورز، العوامل المسببة لمرض سرطان الثدي. هون بحب أقول أنه عندنا إجمالا الأسباب اللي بتودي لسرطان الثدي هي متعلقة بالهرمونات. هيدا سبب كثير مهم بيوصل انه في عنا نعلي احتمال الاصابه بهالمرض. الهرمونات بقصد فيها هي الاستروجين عند المراه، يعني اللي بيكون عنا الميعاد المبكر، ببلش الميعاد بعمر ابكر من ال 11 سنه، او يوقف الميعاد المينوبوزس، يعني بتكون early menopause. لا، المينوبوز المتاخره اللي بتكون بعد ال 55 سنه، بتكون عرضتنا لكميه استروجين كبيره بحياتنا لحياه المراه، فبيكون عنا ريسك اكبر. زيت الشيء اذا صار في الحبل، اول حبل بعد 30 سنه، او اذا امراه ما حبلت ابدا، هيدا الشيء كمان بيعلي هالخطر. بالإضافة إذا مرة مصابة قبل بسرطان ثدي في زيد الريسك تبعها. إذا تعرضت للأشعة بحياتها، إن كان لمرض تاني، لأمراض مرض سرطاني مثلا مثل الليمفوما بالصدر، بيعلن الريسك. وفي بحب تضوي على نقطة اللي هي العامل الوراثي. نعم. بنعرف إنه بسرطان الثدي في عنا حوالي 5 لـ 10% من النساء مصابين من العامل الوراثي. هون اللي هو يعني اذا بنقول 5 لـ 10%، يعني عم نقول تقريبا حوالي 100 لـ 150 حاله كل سنه بلبنان. يعني هالشيء هذا ما فينا نهمله، لانه بنكون عم نحكي بموضوع بعدد كبير من النساء. نعم. عم نحكي عن الكشف المبكر دكتور صاروفيم، ولكن الناس ما بتعرف شو يعني كشف مبكر، كيف شو هي يعني الستبس، الخطوات اللي لازم نتبعها، وكيف بتم التشخيص. صح. بالنسبه للكشف المبكر، هو عم نحكي عند العالم او عند النساء اللي ما عندها اي عوارض. اللي بنحكي بمرأة عندها، بامرأة صاير عندها مشاكل بالثدي، دغري اكيد حتشوف الحكيم تبعها. يعني امرأة اللي ما عندها اي من هالحالات او هالريسك فاكتورز اللي ذكرناها. مزبوط. او اللي بيكون عند مرأة ما عندها اي شيء، ما بتحس، ما بتعاني بشيء، لازم عندنا تفحص حالها مره بالشهر من عمر 30 سنه بمراحل برات الميعاد. لازم تروح عند الجينيكو تبعها او الصحه، الحكيم الصحه العامه، مره او مرتين كل سنه تيعمل لها الفحص. وابتداء من ال 50 سنه حسب المدرسه الاوروبيه لازم تعمل ماموغرافي، اللي هو صوره الاشعه. ابتداء من ال 50 سنه. هلا هون في مدرستين. المدرسه بتقول 40. صحيح. المدرسه الامريكيه بتقول من ال 40 سنه مره كل سنه. لا. لعمر ال 74. المدرسه الاوروبيه بتقول من عمر ال 50 سنه مره كل سنتين.
إذا ما في عندها أي ما عندها أي مشاكل أكيد وراثية، وإذا ما عندها أي مشكل عم يكون إن كان ورم أو عم يكون إفرازات من الثدي أو شيء، عم نحكي عن المرأة اللي ما عندها أي شيء. من العمر الأربعين للخمسين في هذه دباع عليها هذه شوي، لأنه في محلات قالوا إنه لا ما بتخفف لنا نسبة الوفيات. ما هو هدفنا لأنه من التشخيص المبكر هو نلقط الكانسر بوقت مبكر، لأنه نحن عارفين إنه مش حنلغيه بس نلقطه بعمر بوقت بيكون مبكر، وقت العلاجات بتكون بعدها كتير منيحة وعم ما بنخليها تتعرض للعلاجات القاسية أو شوي الشرسة إذا بنقول كيموثيرابي. لما بنقول وقت مبكر يعني قد ايه بيكون حجم التومر إذا كشفناه بوقت؟ نحن للأسف في لبنان ما عنا الأرقام، يعني ما وصلنا بعد إنه يكون عنا أرقام دقيقة، بس عم بحكي أرقام العالمية اللي هي فينا نستند عليها. بالتشخيص المبكر عم يكون عنا حوالي نص المرض عم يكون تحت ال 1 سنتيمتر، يعني عم يكون مرض وبهالحالة هيدي تحت ال 1 سنتيمتر بنحكي بنسبة شفاء فوق ال 90%. يعني هل عم نخلص فعلا هون؟ والعلاج بسيط جدا. صح هون بهالمرحله بيتطلب جراحه، بيتطلب علاج بالاشعه وبنكتفي اجمالا، ولكن ما بنلجا للكيموثيرابي بس للحالات المتقدمه. صحيح يعني هون نحن بهالتشخيص المبكر نص النساء عم نقول لهم انه صار في عندنا نسبه شفاء فوق ال 90%. في بعض المفاهيم الخاطئه حول التشخيص، مثلا فحص الماموغرافي بعض النساء بيعتبروا انه كثير بيوجع. هيدي فكره منيح حبيت اوضحها، شيء انه ابدا مش هيك. هو فحص الماموغرافي هو صوره اشعه عاديه، الصدر بيكون موجود ضمن اثنين بلاك، بنقربت باثنين بلاك الراديولوجيست بيعملها، وبتكون ثواني بتخلص يعني، وبعدين الثدي الثاني، فهي عمليه يعني ثواني كتير بدون اي وجع قصير، وما بيوجع، ما في عنده اي مشاكل. اوقات اذا في فايبرس تيشو بالثدي بيضطروا يعملوا سونوجرام معه؟ صحيح، في اوقات الماموغرافي بنضطر نكفيها باكزامان كومبليمنتير بفحص اضافي اللي هو ايكوغرافي. هون بحب اقول حاليا بهاللحظه الماموغرافي هي الفحص اللي بالعالم اللي هو معترف فيه لهاللحظه، بس طبيعي في ابحاث كثير عم بتكون موجوده انه نطورها لهالماموغرافي، لان بالنهايه الماموغرافي بتكشف حوالي 90% من الامراض، الامراض اللي كثير صغيره اوقات فيها تقطع حدها، اذا في عندنا كثافه ثدي بالنسبه للشحم، عندنا هي امور معينه. او اذا في بريست امبلانت كمان. اكزاكتلي ما في عندنا مشكل، حتى الاشخاص اللي عندهم امبلانت او بروتيز مامير ما في مشكل، بنعمل اللي بيعملوا كليشيات سبيسيفيك او خاصه فيها تنقدر نحل هالقصة. كمان الاشياء اللي بتخوف بعض النساء انه هالفحص كثير مكلف، لذلك أهمية الحملة الوطنية اللي عم بقوموا فيها بلبنان من سنين لليوم اللي بتمتد على شهر، والسنة الماضية واللي قبلها بعرف أنه امتدت أكثر من شهر أو أقل ثلاثة أشهر، فما بقى عندهم ولا مبرر أو ولا حجة حتى ما يعملوا هالفحص. مزبوط بالعالم بيعترفوا إجمالاً الإنشورنس بتعترف تغطي لهالفحص، بلبنان عم يكون بآخر سنوات عم يشتغلوا كثير، وزارة الصحة مشكورة عم تشتغل كثير على هالموضوع، عم يمتد شهرين وثلاثة والأسعار منخفضة جدا، بتصور 30 أو 40 ألف عم بتكون. بالمستشفيات الحكومية عم يكون فحص ببلاش، بالمستشفيات الخاصة أكيد بيساعدوا وزارة الصحة بتعطي مصاري لهالمستشفيات تخففوا الكلفة على النساء. نعم، بدي أرجع للنسبة، نسبة الحالات اللي سببها هو الوراثة اللي هن 5 إلى 10% من الحالات، هون أكيد النصائح بتكون مختلفة. هون بيكون مختلف تماماً. هون بيختلف الموضوع تماما، لانه بصير عم نحكي بمرض في احتمال يضرب المرض ضمن حياتها حوالي 70 إلى 80%، يعني نعم. وصلنا عم نحكي بخطا طبي اذا ما بنكون قايلين لهالنساء اللي عندها سوابق، مش عم نحكي على حاله وحده بالعائله، مش اذا في بس حاله وحده بنقول لا انا صار بدي اعمل كانسر ضمن بحياتي، فبشحن بنفزع النساء اكيد، بس اذا في حاله هافي، يعني اذا في عندنا حالات شخصين او ثلاثه بالعائله، إذا شخصين عندنا كانسر بيجي بعمر مبكر، إذا في عندنا مبيض مع البريست كانسر، يعني في عوامل الحكيمة بيعرفها، هون بيصير التشخيص ببلش بعمر كثير مبكر بحوالي عمر ال 25 سنة، وهون الفحوصات بتصير كل سنة. أكيد مع زيادة عن الماموغرافي اللي حكينا عنها والألترا ساوند، بنحكي هون كمان بالإم آر آي، بنحكي بأمور متطورة أكثر، لأنه نحن عارفين إنه يوما ما هالمرأة معرضة بعمر مبكر إنه تعمل هالسرطان هيدا، فهون في عندنا عدة حلول، إما فينا نقترح
التشخيص كثير قريب، او فينا نقدر حتى نوصل لمحل انه تشيل الثدي تبعها مثل ما عم يصير. نعم. فحص الجيني اللي بيحدد اذا المراه عندها استعداد ام لا، مثل ما عملت الممثله انجلينا جولي. اكزاكت مضبوط هيدا الشيء، بس بنبعت الفحص برات لبنان، ما بينعمل بلبنان، شوي مكلف بس اكيد بالحالات اللي لازم ينعمل اكيد لازم ينعمل، بس ما بيلقط، ما بيقول لنا 90، ما بيقول لنا على 100% انه اذا نيجاتيف الفحص يعني لا انت مش معرضه تعملي، لانه ما اكتشفنا كل الميوتيشنز. ان حضرتك بتشفين البي ار سي ا 1 و 2 هو باكد بس على 90% بتصور؟ صح باكد يعني على بيبقى في 10% واكثر كمان انه ما بيكون نيجاتيف، بس نعم. اذا نيجاتيف مش يعني ما فيها تكون معرضه تعمل ريسك اكثر، مشان هيك على طول الحكيم لازم يكون عم يتابع، يدرس كم في حاله بالعائله، يدرس كل هالامور ويتابع بشكل نعم. مضبوط من عمر مبكر. دكتور صاروفين بيقولوا انه سرطان الثدي حول العالم عم بيزيد، هل هالشيء صحيح او لانه عم يكون في توعيه اكثر حول هالحاله عم بيصير في كشف مبكر اكثر؟ صح مضبوط هيدا الشيء ضل يطلع لسنه 2007 كان عم من 2003 ل 2007 عالي بشكل كثير قوي، لانه حملات التوعيه صارت بشكل مكثف نعم. كثير قوي، بس بال 2007 لا بلش ينزل شوي، بلش ينزل مرتبطه بهالشيء بحضرتك تفضلتي فيه، وثاني شيء مرتبطه انه الكثير جينيكو وحكمه عم يخففوا من الهرمونات بعد المينوبوزس، بتعرفي انه بيوصفوا كثير هرمونات، فهيدا ضمن الريسك فاكتورز، هيدا بيدخل كمان عامل الهرمونات اللي بياخذوه بعد المينوبوزس، فالاشخاص اللي بياخذوا 5 سنين واكثر هالهرمونات هيدي بيعلى عندهم، فصار الحكمه انه منتبهين لا ما لازم نعطي على طول هالهرمونات هيدي، فالمخف هالريسك فاكتور خف بالمقابل معه. نعم. دكتور انتوني صاروفين شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات، بدي بس خبر المشاهدين انه بحلقات مقبله رح نحكي كمان عن الايرلي سكريننج او الكشف المبكر لامراض سرطانيه اخرى صحيح. مثل البروستيت كانسر والكولون كانسر. صح اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. هلا مشاهدينا رح ننتقل لميك اوفر تنشوف وين صاروا والنتيجه قريبا بعد هالبريك القصير.